Siamo a circa 25 km da Adigrat, nel nord-est dell'Etiopia, la regione del Tigray, e abbiamo inaugurato l'ennesimo pozzo finanziato dal Vola e realizzato da Butterfly Onlus. Ci sono circa 200 e oltre persone che usufruiscono di questo punto d'acqua, altrimenti non avrebbero dell'acqua pulita. Il pozzo è profondo circa una sessantina di metri, dove c'è la falda. Prima della realizzazione di questo pozzo, gli abitanti della zona erano costretti a condividere l'acqua con gli animali, utilizzando la pozza che vedete. بدحريو وانت بيت حسب مسار تعنا أبدي أون قرط سناي تبغ ما أوت يوم لنا مالتي أوت يوم لنا أوت يوم لنا نتكل إذا يوم نخلنا يكونن إذا يوم كافتي بغل نتكل بده حد قال يكونن نيا تبغ دي أني أدي قال لا مالتي كافتي دي قال دي كرو أبدي تجمع تفر نخلنا نتكلم لنا خير مسناي كتم هذا الله قرب هذا الله عندكنا بيت حسب وانا مرت عنا نخذلنا ذو ذا لسه لما أنت بذي مكان حدا تقم ديرنا نه وردة أخي باب بيت مخري وردة أكيد من أثر دخانة تهذبي مثل لا يكالن تمادي أثر دخانة من قسم مادي أثر دخانة تو بعد حش كر ده لو خجلت نيرو جينا يتأكل وحدة هنا نيجي نودي هذا وانت كبر أنا نتبي له نهي ما يتأكل خط عيني أنا مارد شكر لنا نزح حسنا ونوزي الله يا كم كاتم أكل من دري أبدي حدا تقم لنا أبدي دم قرصنا كم وتناجن ناي كل عبية تمرت شجرة لنا. عندك وضع تعري لنا زي عون يا بدوش تقول له عقب دقيقة قل قل وريك هذا نوز مثل ما تكمل هذا العامي بعبي عبي سأقم لنا من لا ما يسأقم لنا عربا قلت له عبيتي قل علو تنسات الديتات له كاوزي أولى مسا خاوزي قاعد حني خد له بتدي كرمت خرمتي خاص للزرع بزيس سرقة زيرا كاوزي مثلا قاعد الحين يتكلم ما بتعمي ينتجر ما تجلس لا أنا سلسلة تغمنا نحنا وقارب أنا سلسلة من ميخوني ساتن قمت عمي ينتجر ماي توسخن دلينا كاون دجنا تمرتي تقول يرحق النعيو ترجعش زلي لبس للقدو وزحنا حدا جا مكينة قبل ما له وزح يقعد مني عم شجار ترجع أفتازوان ثالثة ندلينا أو تعرفه أو بلقدم تحاور إن كارثة نجد تعمل أنا مسكين